نكمل بقية الرسم بتاعنا. نمبرز، يبقى خدنا الميتال وعرفنا ان الميتال كلها زي ار عبارة عن element عندها الاوتر موست انرجي ليفل ليس ذان 4. كل الميتال تند تو لوس الالكترونز بتاعت الاوتر موست ديورين ذا كيميكال رياكشن، حول الى بوزيتيف ايون اند كي نمبر اوف تشارج ايكوال ذا لوس الكترونز. ده بالنسبه للميتالز. النون ميتالز العكس، عباره عن element عندها الاوتر موست اكتر من 4 الكترونز وتند تو جين اند تشينج انتو نيجاتيف ايون. طيب الفرق بقى عندي هنا بقى نمبر 3. نمبر 3 انرت جازز، الغازات الخامله. وطبعا احنا عارفينها من الترم الاول ان الغازات الخامله ديت دونت شير ان اني كيميكال رياكشن، لا تشارك في اي كيميكال رياكشن. ليه؟ لان الاوتر موست بتاعها اوريدي مليان بالالكترونز، مش محتاجه لا هيلوس ولا جين ولا اي حاجه. ليه؟ لان الاوتر موست بتاعها مليان. حتى لما كنت بقول لك الترم الاول بقول لك ايه ده اكتف ولا ان اكتف، تبص على الاوتر موست مليان بالالكترونز يبقى اكتف، مش مليان يبقى ان اكتف. هو ده كان الفرق ما بين الاكتف والان اكتف. كل الانرتي جازز الست انرتي جازز الاوتر موست بتاعهم مليان بثمانيه ما عدا الهيليوم الوحيد اللي الاوتر موست بتاعه مليان بتو، لان الهيليوم عنده 1 انرجي ليفل والفيرست انرجي ليفل سيتويتد باي 2 الكترونز اونلي. علشان كده اصبح ده فيه 2 بس، لكن الباقي كله بيتملى ب8. تعال نشوف كده وات از ذا انرتي جازز. ذي ار ايلمنت ويتش هاف الاوتر موست فيها فيلد ويز 8 الكترونز اكسبت الهيليوم في 2، وده عشان الاوتر موست شيل بتاعها الفيرست انرجي ليفل الكي بيتملى ب 2. زير 4 لذلك، زير 4 لذلك it doesn't participate. كلمه participate يعني تشارك، doesn't share in any chemical reaction في الordinary conditions يعني الظروف العادية. يعني ارتجاز ده شوفه دلوقتي كده، تعالى ارتجاز انت هتخش كده، اقول لك لا مش هخش. لكن ممكن تحت certain conditions، certain conditions يعني ظروف خاصة ممكن يصبح يخش في كيميكال رياكشن. عشان كده الراجل قال لي خلي بالك تحت الاوردينري كونديشنز الظروف العاديه. طيب نمبر 2، طبعا دي حاجات دي كيب يا جماعه، الحاجات دي كيب اللي هي البروبرتيز بتاعه الانرتي جازز. زير مليكيولز كونسيستس اوف وان سنجل اتوم، وخدناها الترم الاول لما كنا بنتكلم على مونو اتوميك وداي اتوميك. المونو اتوميك كان عندي الميركوري الوحيد الليكويد، والجاز كان اسمها الانرتي جازز او النوبل جاز كلها مونو اتوميك. مونو اتوميك مليكيولز يعني مكون من اتوم واحده. نمبر 3، زي دونت فورم، مش هيكون لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، اصل هو لا جين ولا لوس، الاوتر موست بتاعه مليان وزي الفل، يبقى لا هو محتاج للوس ولا يجين، علشان كده مش هيخش في اي كيميكال رياكشن. يبقى دونت فورم بوزيتيف ولا نيجاتيف ايون في برضه الاوردينري كونديشنز. سو تعالى بقى نعرف بقى الانرتي جازز او النوبل جاز كالاتي. ذي ار ايليمنت ويتش يلا دونت بارتيسيبيت ان اني كيميكال رياكشن، لا تشارك او لا تدخل في اي كيميكال رياكشن في ordinary conditions دي 2. ليه اهو ممكن اقول ده اقول له give reason ليه ما بتخشش. الاجابه بتاعتي the completeness of their outermost energy level with electrons، بسبب اكتمال المستوى الاخير بتاعها بالالكترونز. يبقى الاوتر موست مليان، علشان كده هي جين ولا لوس ولا بتخش any chemical reaction. ودي يا جماعه حته مهمه جدا طبعا كيف بالنسبه للانرتي جازز، انها doesn't participate اي كيميكال رياكشن due to the completeness
طب صعبه كومبليت، ماشي بلاش كومبليتنس، قول لها ايه؟ بيكوز ذا اوتر موست انرجي از فيلد كومبليتلي وذ الكترونز. Give reason noble gases doesn't or don't participate in a chemical reaction under the order احنا قلناها من شويه اهوت to do the completeness of the outermost energy level with electron. The following tables show the atomic structure of the electronic configuration of some atoms of noble gases. الهيليوم 2 عندها ليفل واحد بس، النيون 10 to 8، الارجون 18 to 8 18. ده كله الاوتر موست مليان، الوحيد ده اللي بيتملى باتنين لان الكي اساسا حسب ال 2 ان باور 2 بيتملى باتنين، حسب اللو يا جماعه بتاعت ال 2 ان باور 2 بيتملى باتنين، عندي بعد كده يتملى ب 8 او هنا برضو ب 8. تمام جدا. شوف الاكسرسايز ده، هو طبعا محلول بس عايزين نفهم احنا اخترنا ايه، هنعتبر مش محلول ونشوف اخترنا ايه، واللي عايز يجاوب ممكن رايس هاند. تعال نشوف كده اول حاجه بيقول ايه. Which of the following figure represents give reason، ويقول لك ليه هتقول كذا وليه. اول حاجه an atom of metallic element، ها مين يقول يا جماعه ميتاليك اليمنت؟ مين رايس هاند يقول؟ جمال فضل يا جمال. بي عشان لزن فور الكترونز ان ذا اوتر موست. تمام، يبقى بي هتبقى الميتاليك هي البي عشان الاوتر موست بتاعها في 2 اقل من 2 4 الكترونز. طب افنان اتفضلي يا افنان اللي بعدها. نمبر 2 بيقول لي ان اتوم نون ميتاليك اليمنت، هتبقى سن نمبر دي. نمبر دي ليه افنان؟ الاوتر موست بتاعها هيبقى مور ذان 4. تمام، مين تاني عاوز يقول رايس هاند؟ ابراهيم، يلا ابراهيم. ابراهيم اسامه، نوبل جاز تبقى نمبر ايه سير؟ واحدة واحدة بقى كده عشان ايوه. طب هسألك سؤال يا ابراهيم، أنا عندي دي تنتهي ب 8 ودي تنتهي ب 8 ودي تنتهي ب 8، ليه اخترت ال 8؟ اتفضل يا ابراهيم. عشان الفيجر ايه بس هي اللي فيها البروتونز قد الالكترون. الله ينور عليك جدع عاد ابراهيم. هنا هيقول لي ايه بقى ابراهيم؟ يقول لي دي اتوم النمبر اوف بروتون اللي جوه قد النمبر اوف اللي بره، يبقى دي الاتوم العاديه ودي انرتي جاز. خلي بالك دي غير ده، هي غير ودي غير، يبقى الاتوم اللي النمبر اوف بروتونز ايكوال النمبر اوف الكترونز، يبقى دي صح. طب نشوف مين هيقول تاني بعد كده، اللي عايز يقول نمبر 3 خلاص نوبل. نمبر 4، نمبر 4 محمد، اتفضل يا محمد. يا محمود. انا ياسر محمود. اتفضل يا محمود. نمبر نمبر ايه؟ ابص في ايون، انا واحده ابص في انا محمود. فيجر اي. اي ليه بقى يا كابتن محمود؟ اولا النمبر اوف بروتونز مور ذان ذا نمبر اوف الكترونز، وبعدين خسران انرجي ليفل. خسرنا كام الكترون ديت يا محمود؟ قفل. طيب طبعا طبعا لوز تو الكترونز. تمام محمود، اوكي شكرا. تمام طيب نشوف مين هيقول بعد كده. تمام النيجاتيف زينه، اتفضلي يا زينه. زينه تاني يا زينة، اتفضلي تاني يا زينة، تاني اتفضلي. ايوه يا سير، هتبقى في فيجر سي. ليه بقى يا زينة الفيجر سي اللي هي نيجاتيف ايون؟ لان يا سير هنا موجود 7 وهي لوس 1 اتوم. جين مش 1 اتوم. بصي حاجة ولا 1 اكتب. بصي هي كان هنا الاتوم كان عندها كام بروتون؟ 7. طيب المفروض يكون عندها 7 الكترون، طلع عندها كام؟ 10. يبقى اكتسبت كام الكترون يا زينه؟ 3.
انا مش بتكلم على الاوتر موست، دي سبعة كلهم سبعة، دول بقوا 10، يبقى دي جين، يبقى نمبر اوف الكترونز يبقى مور ذان ذا نمبر اوف ايه اوف الكترونز. تمام. نيجي بقى للجدول ده، بيقول لي بقى ايه انا هعمل ايه، هوزع ده، هنعمله هوم ورك يا جماعه. الجدول ده هقول لك الفكره بتاعته ايه ونعمله هوم ورك. طيب ايه الفكره؟ هعمل لك واحده، النيتروجين ده وزعه عادي الالكترون فريشن بتاعت الاليمنت العاديه، يعني اول حاجه فيها 2 وبعدين 5. التايب عندي نون ميتال. التايب اوف ايون، ايوه ده جين ولا لوس؟ ده جين، يبقى نيجاتيف. طب تعال نوزع بعد ما هي جين كانت 2 وبقت الجنس بقت 8، يبقى انا هعمل كله بالشكل ده كده. تمام، ده هنعمل الجدول ده كله هوم ورك. نكمل بقى، ده الجزء الاول من الليسون بتاعنا، كان بيتكلم على تقسيم الاليمنت من حيث ميتال نون ميتال او نوبل جازز، وعرفنا ان كل اليمنت بقدر اعرف اذا كان ايه هو وضعه بالظبط من الاوتر موست انرجي ليفل، واذا كان جين ولا لوس. طب لو جين هيجين كام؟ يبقى بيشيل نيجاتيف تشارجز. لو لوس هيلوس كام؟ بيشيل بوزيتيف تشارجز. اللي انا عايز اقوله لك بقى ان كل الاليمنت دي كلها بتعمل كده ليه؟ علشان ترتبط مع اليمنت ثانيه وتكون مولكيولز اوف ستيبل. فكل لما كنا بنتكلم في الترم الاول على الاكتيف اليمنت، بنقول اكتيف اليمنت بارتيسيبيت ان او شير ان ذا كيميكال رياكشن. ليه الاكتيف اليمنت بتخش في الكيميكال رياكشن؟ قال لي عشان تعمل مولكيول اوف ستيبل، او تعمل كومباوند مركبات من ستيبل مولكيولز، تبقى المولكيولز بتاعتها ستيبل مستقره. طول ما هي اكتيف، طول ما الاوتر موست بتاعها مش مليان، في هي اصبح في حاله اكتيفيتي، فدايما هتخش في الكيميكال رياكشن. علشان تخش في الكيميكال رياكشن، علشان تكمل الاوتر موست الكترونز الانرجي ليفل بتاعها بالالكترونز، وتبقى تتحول من اكتيف اتوم الى ستيبل اتوم، ذره مستقره. طيب علشان تخش في الكيميكال رياكشن ده، بتعمل حاجه اسمها بوندس، روابط، وبنسميها كيميكال بوندس، الروابط الكيميائيه. ايه الكيميكال بوندس؟ شوف، اتومز كومباين، تتحد مع بعضها with each other forming molecules، تعمل molecules. يا ترى ايه طريقة الاتحاد ديت؟ قال لك حاجة اسمها chemical bonds. انا كنت بقول لك قبل كده، خلي بالك لما كنا في الترم الاول بقول الموليكيول ده او الكومباوند ده بيختلف على الكومباوند ده في ايه؟ قلنا في اول حاجة في number of atoms، نمبر 2 التايب اوف اتومز، نمبر 3 ذا واي اوف كومبينيشن، يقصد هنا الواي هي الرابطه اللي بتربطهم. هديك مثال بسيط جدا، الصوديوم ده هوت لما يجي يتحد مع الكلوراين علشان يعملوا حاجه اسمها NaCl، هيبقى في نوع من رابطه هتربطهم. الرابط اللي هيربط الصوديوم مع الكلوراين، الاثنين دول مع بعض، هيبقى نوع من انواع الكومباوند واسميه ايونيك بوند. لكن لو نفس الكلوراين ده ارتبط مع الهيدروجين، نوع الرابطه هيختلف، هيرتبط معاه بطريقه ثانيه، هتبقى اسمها كوفيلانت بوند. يبقى انا عندي هاخد عندي تو تايبس اوف بوندز، طبعا دول مش الوحيدين، في انواع ثانيه من البوندز، بس انا هشتغل على اثنين بس، the ionic bond and covalent bond. يبقى ايه البوندز دي؟ هي عباره عن الواي، الطريقه اللي الاتومز كومباين ايتش اذر تو فورم مولكيول اوف كومباوند. يبقى الاتوم مع اتوم ثانيه ترتبط مع بعضها علشان تعمل مولكيول، ممكن تعمل مولكيول اوف اليمنت، ممكن تعمل مولكيول اوف كومباوند، المهم الاتومز كومباين ايتش اذر، ترتبط مع بعضها علشان تعمل مولكيولز، ودي اسمها البوندس. يبقى هقول كمان مره تاني بسرعه الحته عشان الناس تركز معايا لو سمحت، ايه البوندس؟
البوندس دي اسمها الروابط، كيميكال بوندس الروابط الكيميائية، الروابط الكيميائية. ايه الروابط الكيميائية ديت؟ قال لك دي الطريقة اللي الاتومز، اللي الاتومز بتاعت اي element، الاتومز كومباين ايتش اذر، تتحد مع بعضها. انا لما اجي مثلا اتحد او اشارك حد، يا ترى ايه نوع المشاركة اللي هشاركه فيها؟ هنشاركه مثلا في عمارة، هنشاركه في محل، هشاركه في شركة نعمل شركة. فأصبح أنا هتحد مع حد في طريقة للمشاركة بينه وبينه. أنا عندي أتوم اسمها X وأتوم اسمها Y، يا ترى الاثنين أتوم دولت لما يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجة اسمها XY، يا ترى ايه نوع البوند اللي ربطتهم؟ قال لي والله كل حسب نوعه. عندي كام بوند؟ عندي نوعين من البوند. النوع الاول اسمه ايونيك بوند، الرابطة الايونية، هقول لك ازاي دلوقتي. نمبر 2 كوفالنت بوند، الرابطة التساهمية. يبقى انا عندي نوعين من الروابط، حاجة اسمها ايونيك بوند وحاجة اسمها كوفالنت بوند. What is the difference between ionic bond and covalent؟ ده اللي هنقوله. ولكن مبدئيا What is the bond؟ البوند الطريقة، الway of companionation، طريقة الاتحاد أو الارتباط between two atoms عشان تعمل مولكيول. يا ترى two atoms دولت هيرتبطوا ازاي؟ عندي يا إما ionic يا إما covalent. طبعا التو اتومز دول بيرتبطوا مع بعض يا جماعه لانهم في الاول كانوا اكتف، لما يرتبطوا مع بعض ويعملوا مركب جديد او يعملوا مولكيول هيبقى ستيبل. فالهدف هنا اللي هو اكتمال الانرجي ليفل، اوتر موست انرجي ليفل، عشان تبقى ستيبل اليمنت. ذا تايب اوف كيميكال بوندز ذات ار فورمد ريزلتس فروم ذا كومبينيشن، الاتحاد بين البوزيتيف ايون فور عشان يعمل حاجه اسمها اللي هو بتاع الميتاليك اليمنت. انا بتكلم على الايونيك بوند بقى. الايونيك بوند عباره عن كيميكال بوند بين مين؟ بين حاجتين، بين ميتال ونون ميتال. الميتال لما تحول الى بوزيتيف اللي هو الميتاليك، والنون ميتال ده هيتحول الى نيجاتيف هيبقى نون ميتاليك اليمنت، وفي الاخر يعمل حاجه اسمها ايونيك بوند. لا 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 لا، انا مش فاهم ازاي الايونيك بوند يا عم، انت كده حيرتني. اقول لك يا سيدي مبدئيا كده رقم واحد كده، الايونيك بوند، الايونيك بوند بتحصل بين مين؟ بين ميتال ونون ميتال مبدئيا. يبقى لما اشوف عندي اليمنت ميتال واليمنت نون ميتال اقول لك بس علشان يحصل بينهم بوند ما عندهمش غير ايونيك بوند. خلي بالك انا عندي اتنين من البوندس، ايونيك بوندس وكوفالنت بوندس. طب الايونيك دي بتحصل امتى؟ بين ميتال ونون ميتال. هديك مثال، يعني لو انا جبت لك مثلا عندي ايه؟ الصوديوم اهو ان اي 281 والكلوراين سي ال 287. طب يا ترى من غير ما ابص ومن غير ما اعرف ومن غير ما احفظ ايه نوع البوند اللي موجوده بينهم؟ اقول له استنى، ده اخره 1 اقل من 4 ده ميتال، ده اخره 7 اكتر من 4 نون ميتال، يبقى ايونيك. الله، ايه اللي عرفك يا ابني؟ ما هو اللي عرفني ان الايونيك بوند هي البوند اللي تنشا ما بين الميتال والنون ميتال. بس يبقى اول حاجه اعرفها عن الايونيك بوند تحدث ما بين الميتال والنون ميتال. بس الميتال لما يلوس وتحول الى بوزيتيف، والنون ميتال لما يجين وتحول الى نيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف. تعال نكمل. How is ionic bond is formed؟ كيف تتكون الايونيك بوند؟ قال لي والله تعالى اقول لك الحاجات اللي قلناها كلها نرجعها تاني. اول حاجه عمك الميتال ده هيخش الاول هيلوس تمام ويتحول الى بوزيتيف ايون. اهو ادي الميتال فقد الكترون وبقى عباره عن بوزيتيف. ماشي. يا عمك النون ميتال ده اهو هيجي هيجين ويتحول الى نيجاتيف ايون، اهو
ادي عمك النون ميتال وادي خد الكترون بقى نيجاتيف ايون. بس بقى عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف. انا هقول لك حاجه خلي بالك منها. انا عندي البوزيتيف والنيجاتيف بيحدث بينهما تجاذب الكتروني، الكترونيك اتراكشن فورس. طب التجاذب الالكتروني ده، التجاذب الالكتروني ده ايه ازاي؟ قال لي التجاذب الالكتروني ده زي بالظبط النورث والساوث بول بتاع الماجنت. يعني عندي مغناطيس، عندي بوزيتيف بول بتاع مغناطيس وعندي نيجاتيف بول، الاثنين بيتجاذبوا مع بعض زي بالظبط البوزيتيف والنيجاتيف. لا انا مش فاهم حاجه خالص خالص. طيب تعالى كده يا جماعه نحاول نفهم مع بعض. انت بتقول لي الايونيك بوند بتحصل ما بين ميتال ونون ميتال، صح؟ هدي مثال الصوديوم والكلوراين اهو. الصوديوم ان اي 281 والكلوراين 17 287. هات الاول الصوديوم ده. الصوديوم ده عشان يخش في الكيميكال رياكشن لازم هيلوس ويتحول الى Na28 ويشيل بوزيتيف ايون. طب الالكترون ده راح فين؟ شفت بقى؟ بص الكلوراين يقول له يا راجل انت بترمي نعمه ربنا، طب انا عايز الالكترون ده. يقوم الكلوراين ياخد الالكترون اللي رماه الصوديوم ويصبح الكلوراين 288 يكمل اهو ويتحول الى نيجاتيف. خلي بالكم الصوديوم لوحده في هذه الحاله بقى خامل والكلوراين في هذه الحاله برضه خامل، امال ازاي يصير هيرتبطوا بعض؟ قال لك الارتباط هنا تجاذب كهربي، في عند صوديوم شايل بوزيتيف وكلوراين شايل نيجاتيف، التجاذب بين البوزيتيف والنيجاتيف يطلع لي في الاخر NaCl. ادي الصوديوم كلوراين. هنعملها بطريقه ثانيه. ادي الصوديوم اهو ثاني 281 بلس الكلوراين 287. هقوم عامل ايه؟ الالكترون ده اهو كده هيقوم رايح ينتقل لده ويصبح عندي ال Na28 بس شايل بوزيتيف تشارج، بلس الكلوراين 288 بس شايل نيجاتيف تشارج. اصبح التجاذب بين البوزيتيف والنيجاتيف يطلع لي في الاخر NaCl وده عباره عن ايونيك بوند. فهمناها شويه، تعال نكملها تاني فهم بالجزء ده. أول حاجة إزاي بتحصل الأيونيك بوند؟ بتحصل من ميتال ونون ميتال. الميتال ده بي لوس إلكترونز ويتحول إلى بوزيتيف أيون، عارفينها دي قبل كده. النون ميتال ده بيجين إلكترونز ويتحول إلى نيجاتيف أيون، عارفينها برضو. بص بقى الحتة اللي جاية دي بقى، الحتة دي بقى بص لك إيه؟ بعد ما حول اتحول الى بوزيتيف ونيجاتيف، تعالى بقى تشوف ايه اللي حصل. يقول لك ايه؟ A strong electrical او electronic attraction. يبقى بعد ما الصوديوم بقى بوزيتيف بقى خامل والكلوراين بقى نيجاتيف بقى خامل، ولكن التجاذب والرابطه هنا بين الشحنات المختلفه زي المغناطيس ما بيحدث تجاذب بين الأقطاب المختلفة، عندي هنا بيحدث تجاذب بين الشحنات المختلفة. الشحنات المتشابهة تتنافر ريبل اتش اذر، إنما المختلفة تتجاذب. يعني لو كان بوزيتيف مع بوزيتيف يبعدوا عن بعض، نيجاتيف مع نيجاتيف يبعدوا عن بعض، إنما البوزيتيف والنيجاتيف هو ده اللي يرتبطوا مع بعض أهو. تعال نشوف ايه اللي حصل تاني. A strong electronic attraction between
البوزيتيف اللي هو الصوديوم او الميتال بعد ما فقد، والنيجاتيف النون ميتال بعد ما اكتسب. اوكير ديو تو ذا ديفرنس ان تشارجز، علشان حصل هما بينهم البعض اختلاف في التشارجز، علشان مختلفين في الشحنه حصل بينهم تجاذب. ادي الميتال بوزيتيف والنون ميتال نيجاتيف يكون مولكيول من الايونيك بوند. ونعرف بقى what is the ionic bond. It is a chemical bond ماشي resulting from electronic أو electric attraction between the positive ion وال negative ion. حلو قوي جميل. طب ممكن بقى سيادتك تديني مثال عشان أستنتج وأفهم؟ حاضر يا عم. أدي المثال اللي احنا قلناه من شوية، الصوديوم والكلوريد. Formation of sodium chloride table salt ازاي؟ اول حاجة الصوديوم 281 والكلوراين 287. هذا الالكترون اللي الصوديوم مش عايزه هينط ويروح للكلوراين اللي هو عايزه، والصوديوم يصبح 28 شايل بوزيتيف تشارج، والكلوراين بقى 288 شايل نيجاتيف تشارج. طب وبعدين؟ يحدث التجاذب الكهربي electronic attraction between the positive ion and negative ion. اهو الصوديوم ميتال فقد بقى positive ion، الكلوراين نون ميتال اكتسب بقى negative ion. بص 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 بص، a strong ionic bond is formed due to سببه ايه؟ الالكتريك اتراكشن بين بوزيتيف صوديوم ايون والنيجاتيف كلوراين ايون فورمينج مولكيول اوف صوديوم كلورايد. طبعا بنفس الطريقه بقى المغنيسيوم مع الاكسجين 282، الاثنين دول كلوز، الاكسجين يقول له يخرب بيتك انت هتفقدهم ترميهم، لا 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 هاتهم انا عايزهم، يقوم واخدهم الاكسجين بقى ده 28 شايل بوزيتيف وده برضه 28 شايل نيجاتيف. يحدث attraction force ما بين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون، وسميها electric attraction between البوزيتيف charges، وفي الاخر تطلع عندي magnesium oxide.